مرحبا بكم، مرحبا بالتفاعلات ديالكم. سولناكم وسولنا مغاربة العالم هاد العشية كيفاش كدوزوا الطقوس ديال العيد الأضحى ديال المهجر. نمشيو نسمعوا لي ميساج ديالكم. مشيو للديار الفرنسية. مساء الخير. السلام خويا رشيد. وعليكم السلام. داير لاباس عليك؟ صحة مزيان كلشي لاباس الحمد لله. المهم واش مبروك اخويا، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. لينا وليك لالا. حنا الاجواء ديال العيد دابا، انا عندي الاجواء ديال العيد ولكن ما عنديش العيد. انا ما معيداش لان على هاد المشاكل ديال لي بي في وداك الشيء ما نقدروش نعيدوا، لان اللي لقاو عنده الحولي هازو مدبوح بلا اوتوريزاسيون داك الشيء، واحد لامونت ديال 5000 يورو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على 5000 يورو، 5 مليون. هذه غرامه الا شديتي الزحولي مدبوح ولكن ما مدبوحش بالطريقه اللي هما باغيين. وفي الحقيقه ما كنعيطش، ولكن لك ربي قبل، راه معيدين الناس اخرين الله يقبل ليهم الله يكمل وصافي. ايوا حنايا غندوزوها بالطيبات وعند الجزار وبهادي وهادي وصافي، غنديروا غير ريحه العيد. فوالا ريحه العيد زوينه هذه، غير ريحه العيد. بابا مروان اللي وصفت لنا ميساج من مدينه الرباط. بابا مروان مساء النور اخويا. مساء الخير بابا رشيد. مساء الخير طاقم شتاء اف ام. مساء الخير ناسنا وحبابنا وخوتنا اللي في الغربه. بصراحه ملي سمعت السوجي ديال بابا رشيد على كيفاش كدوزوا العيد في الغربه، استحضرت واحد الحاجه تيقولها ديما بابا رشيد، اللي هي لا لا يخطي عنا بلادنا ولا لا يخطي عنا مغربنا ولا لا يخطي عنا مالكنا. ايوه صراحه حسن عوانكم، والله الا حسن عوانكم على انكم كتدوزوا العيد وانتم مفتقدين لبزاف ديال الطقوس وبزاف ديال الاجواء وبزاف ديال الحوايج عشتوها هنا وفتقدتوها لهيه. صراحه اش غنقول لكم، صعيبه وصعيبه بزاف. وانا زدت على ان مقوله بابا رشيد ديال اللي خطي عنا بلادنا وربنا وملكنا ما يحتكرش الفراغ، ولا اللي خطيك علينا انت بابا رشيد. الله يحفظك بزاف. ميرسي نعماس، شكرا بزاف اخويا بابا مروان على الميساج ديالك، تحياتي لك. دائما مغاربه العالم 0696 56 77 77. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام رشيد. صافا بخير؟ هاني صحيحه؟ صافا بخير الحمد لله. مبروك عواشر لينا وليك، مبروك العيد يا رب، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. وانت كذلك اخويا. معك فيصل من ريكافيك من ايسلندا. تفضل فيصل. بالنسبه للعيد اخويا، هنا الاجواء منعدمه تماما، يعني داكوف. ما كاينش هذاك حس العيد ولا يعني والو نهائيا، لانه هنا يعني ما كاينش المسلمين بزاف، يعني قلال وقلال قلال قلال بزاف، يعني تاديك ريحه العيد يعني ما كايناش. وي. وثاني حاجه هنا عندهم واحد يعني واحد دايرين واحد القانون، يعني بشكل يعني عندهم هذيك الذبيحه كتكون يعني مره في العام، شهرين كتكون في سبتمبر او اكتوبر. داكوغ. هذه الوقيته اللي كيذبحوا فيها يعني جميع الماشيات. اوكي. لانه هنا مع حكم الجو يعني ايامات الشتاء والثلج والبرد، يعني كيكونوا كاع الماشيه كتكون لداخل، يعني مدخلين لداخل يعني الكوارة ديالهم والفيرمات ديالهم، وملي كيجي فصل الصيف يعني في شهر 4 يعني كتلقاوهم يسرحوا. اوكي. كيبقاو سارحين حتى شهر 8 كيدخلوهم وكيدبحوهم يعني في شهر 9 وشهر 10. اوكي. يعني هذا هو القانون اللي دايرين، يعني هذا العام العيد الكبير يعني جا تقريبا دابا الصيف، يعني الماشيه كلها على برا. وي. يعني ما تقدرش يعني ما تقربش لشي حاجه، لانه القانون يعني جوج مرات في العام مره واحده يعني في العام في شهر 9 و10، ولهذا يعني ما نقدروا لا نعيدوا ولا نذبحوا ولا والو، يعني من غير اللي مشينا شرينا اللحم يعني مكونجلي يعني ديال العام اللي فات ديال الذبيحه اللي فات، يعني ربحوا. وي فهمتك. باقي كيتباع صافي، يعني تشريه وتشوي شويه. يا بابا لا. يعني وهذا ما كان. وي. وتحية لك أخويا رشيد والطاقم التقني، ومبروك عواشركم والسلام عليكم. عيد مبارك سعيد أخويا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنقولها دائما سي فغي كو فوالا، شوف الدنيا هي دائما بحال ما هكا، ما يمكنلكش فين ما مشيتي تهز معك الطقوس ديالك كاملة وتدي معك كاع ديك العدد ديالك كاملة، فوالا كتمشي لبلايص بطات كتزايد كيتزادوك حوايج الله علم مادية أو لا هذا، ولكن كيتحيدوا منك حوايج اللي هما بحال ما هكا فوالا طقوس العيد. دونك فوالا الله يكون في عوان اي واحد بطبيعه الحال ما كيمكنليش، وكنعرفوا انا والمغاربه بطبيعه الحال كيف ما قالوا بزاف ديال المستمعين قبيله عزاز عليهم هذه المساله هذه ديال الشنطيط. دونك فوالا هي هكا دايره، ما عندك ما دير. نعم الصباح مساء الخير.
السلام عليكم عليكم سي السلام. رشيد، صافا لاباس عليك؟ واش مبروك اللي تخرج ناوليك لاله. بالصحة والسلامة ويا ربي وطول العمر لك امين وجميع المسلمين يا ربي يا امين. رب. ايوا واش نقول لك السي رشيد، عيد لاله الاول ما نقول كذبش عليك، عيد الاول مشيت عييت، شريت من عند الجزار الحولية خلصته. ايه وقال لي غد ليه غادي تدي الحولي ديالك مع ستة نتاع العشية، مشيت نجيب الحولي قال لي جيبي معاك ازار، وجبت معايا ازار الفلفلي في ازار، عندي النمرة عطيته النمرة مشدودة فيه لفولي في زار، قلت انا صافي الحولي راه فيه داكشي ديالو لداخل كما كنديرو في الدجاجه فيها القلب والتقيسه، وصافي الحلوه ديتو للدار، حليت الحولي ما لقيت فيه حتى شي والو. اختك بغات تعواج ما بين لا كبده لا ريه لا والو، ناري باش انا شريت خاوناه. المهم هذيك هي صافي، العام الثاني على حساب الخدمه ديالي بديت كنتعرف على الدريات، بديت كنعرف على الناس. المهم هذيك هي بديت كندبح معاهم في الفيرمات وداك الشيء. المهم الدواره كندير البكبوكه، حنا وجدنا كنديروا البكبوكه، الراس كيتشوط وكيتهرس وكيمشي، المخ كيتسلخ وكينتكل بالبيض ومطيشه. صافي كنديروا بولفاف، ابخي كندير داك الشيء ديال القطبان، وداك كنصدقوا داك الشيء اللي قسم الله، وهذه هي الطقوس. النهار بعدا كنخدم انا، بعدا حدا كنخدم من 5:30 حتى 8. صافي هذه ان شاء الله غدا نمشي مع الجار نتاعنا الله يرحم الوالدين، زعما كشري لي معاهم وندبح عندهم تما في الدار في الفيرما، ونقدوا داك الشيء اللي قسم الله اونصومبل مجموعين. ايوا واش غادي نقول لك السي رشيد؟ شكرا بزاف. مرحبا لاله، مرحبا مرحبا، تحياتنا ليك وعيد مبارك سعيد. سي فغي واحد المساله قالت شارت ليها صباح واللي هي مهمه جدا، هي المساله ديال انك تصدق من العولي من الحولي ديال العيد الكبير. بزاف ديال الناس مالوغوزمون ما كيصدقوش، ما تساوش انه الثلث وطيب الحال خصك تصدقوا نهمس. دونك فوالا ما نساوش الناس الضعفاء، وفوالا وعيد مبارك سعيد مره اخرى للجميع. يوسف صيفط لينا ميساج من كازا. يوسف مساء الخير اخويا. مساء الخير اخ رشيد، كي داير الصحه؟ لاباس لاباس بهدي صافا، نتمنى ساره تكون على خير. صافا كلشي مزيان، ما ديما كاينش كاين مراد ساره ايفا بيان، راه معكم كل صباح تحيه الحال من 8 ل 10. تفضل. نعم انتم اخويا بغيتوا مغاربه العالم، حنا راه جبنا لكم واحد من امريكان لهنايا، بغات توحشتكم بغات تهضر معاكم. تفضل. نعم Hello! You missed me, right? I miss y'all too. I have been practicing my English because of Netflix, and I watch all my shows in English, actually. But anyways, I'm not here to brag. I'm here to tell you how much I miss y'all and how I deal with this Eid stuff. Well, let me tell you one thing. I don't. Got I absolutely don't. I told my mom to not wake me up and not to tell me to help her with anything because I can't stand blood and I can't stand all these, you know, these smells. مسكينة كتقطعي في القلب يا مالك، كتقطعي في القلب. I don't know if I should say that and it's really disgusting. I am sorry but I do not stand it and I do not eat meat. So yeah, that's how I deal with it. I don't. All right, I miss y'all. Miss y'all very, very, very much. تحنا توحشناك لاله، تحنا توحشناك. قالت لك زي ما عندهاش ما تشوف الدم وما عندهاش تقول لماما ما تفيقيني الصباح وما تهضري معايا ما تكلمي معايا. بايكوت عيد مبارك سعيد. راه ما كايناش غير مالك بوحده، راه كاين بزاف ديال المغاربه اللي هنايا داخل ارض المغرب طايح الحال، اللي فوالا اللي ولا عندهم هذا التفكير هذا. كيف ما كاينه ناس فوالا اللي كتكون في ديور المهجر اللي عندهم تفكير اخر كيبغيو يحافظوا على ذوك التقاليد، كيف ما كاينه ناس عندها زايد ناقص فوالا، عيدات ما عيداتش ماشي مشكل. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم ورحمه السلام. الله صافا معكم طارق من مونتريال من كندا. كي دايرين عمس؟ صافا عمس. مبروك عواشركم، الله يحفظك ان شاء الله بالصحه والعافيه. وليك كذلك. انا اتصلت بكم اليوم، عندي غير واحد بغيت نصلح واحد المعلومه خاطئه. يا سيدي في سنه 1969 وقع واحد الحدث تاريخي في تاريخ البشريه، اللي هو انه نيل امسترونغ حط رجليه اول خطوه فوق سطح القمر. داكوغ. اللي غلطوا فيها هو ان قال لك سيدي اول انسان كيحط رجليه على سطح القمر، ولكن انا على ما بالي نعماس وين عماس اذا كنت ضرب شي دور غير تمايا كنلقى واقيلا شي مغربي قال لي السلام عليكم في حال شي حانوت ولا شي لعيبه. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك بزاف على الروح الخفيفه ديالك وروح النكته ديالك، وشكرا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا في الديار الكنديه وفي موريال وفي جميع المدن الاخرى.